لا على فكره دي حقيقه. طب وده كلام من بقى يرد عليكي بقى مين؟ احمد عفيفي. باظي العفيفي. احمد عفيفي يا احمد. عفيفي. ابو حميد. كابتن خالد. دعاء بتقول لك ان لعيبه الزمالك بتحتاج لدكتور نفساني قبل ماتش الاهلي. مش انا اللي قلت كده على فكره، ده دكتور نفساني. دكتور ما هو عايز اقول لك حاجه كده، ان الدكاتره دول بيرجعوا لكابتن مدحت شلبي. اتفضل يا ابو حميد. دكتور دماغه ضايعه. انا برحب بيك يا كابتن خالد، وبرحب بدعاء وبسلمى. اهلا وسهلا. وانا كنت عايز اقول حاجه بس في وقت وجود المرغاني، لكن للاسف كنت على الهواء فما لحقتش اتكلم. تمام. لان الموضوع بس بتاع المرغاني في تناقض شويه في حاجه. دلوقتي وارد جدا ان اي حد في الدنيا سواء لاعب كوره او مدرب او اداري او ايا كان يعني يكون له راي في اي موضوع تاني في الدنيا مش عاجبني، ده صح ولا غلط؟ صحيح. والجميع بيجمع على ان احنا لازم نعمل خلط، يعني نفصل بين الرياضه والسياسه. صح كده ولا غلط برضه؟ صحيح. طيب انا دلوقتي لما اكون مسؤول في نادي وارفض لاعب بسبب اراءه السياسيه، ده مش خلط الرياضه بالسياسه ولا لا؟ صحيح. السؤال بس اتمنى ان الناس تحاول يعني تفكر فيه شويه وبعدين تجاوب عليه. طيب. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه من حق اي نادي برضه، عشان نكون برضه منصفين، من حق اي نادي عنده راي معين وعنده سياسه معينه او توجه معين انه ينبه على كل اللاعبين ان انا يا جماعه انا كنادي او كمؤسسه رياضيه عندي شعارات معينه وعناوين عريضه، لو سمحت ما حدش يخرج عنها، لان انا ما اقدرش، لان انت كلاعب بتمثلني وانا ما احبش اللي يمثلني يطلع يقول الكلام ده، لان انا شعاراتي غير شعاراتك او ارائي غير ارائك، وساعتها من حق اللاعب انه يقبل او يرفض. تمام. لكن انا اكون مش متفق مع اللعيب على حاجه وفجاه اللعيب يقول رايه، فانا اكون احب ابقى ملكي اكتر من الملك، ده شيء غريب جدا، خصوصا ان مؤسسه الرياسه نفسها لما عرفت موضوع مرجاني قالت والله ده رايه الشخصي واحنا مش هنطارد واحد عشان خاطر رايه. خلاص هو شاب وقال رايه وخلاص مش مشكله. انا كواحد من الناس مثلا، انا عفيفه ممكن اكون مختلف مع راي مرجاني، بس هل انا مختلف معاه مثلا هروح هشتمه؟ هيبقى بيجي مثلا اقول في حقه كلمه خير فاقول الشر، رغم ان انا مش شايف كده لمجرد ان انا عايز انتصر لرايي؟ هي دي بس الفكره اللي انا عايز اقولها. يعني اخيرا عشان الخص بس القصه، لكل اللي بيقول نرجو فصل الرياضه عن السياسه، يا ريت يجاوب هو كمان على السؤال دوت، هل رفض المرغني رياضيا في مؤسسات رياضيه لاسباب سياسيه ما يعتبرش خلط الرياضه بالسياسه ولا لا؟ صحيح. اخيرا بقى عايز اقوله دعاء، ما تجيبيش ورايا دعاء. انت عارف يا احمد، احنا اتكلمنا. انا مبسوط من فكره الفقره، مبسوط من فكره ان الناس ما تسمعش دايما الكلام اللي هو البلاستيك شويه اللي بيتقال في التلفزيون. وان تبتدي الناس تسمع راي الناس في السوشيال ميديا بتقول ايه. في النهايه مش شرط يكون حد رايه صح او غلط، بس نوع تاني من الكلام ونوع تاني من الافكار لازم يتم طرحها، والناس في الاخر الفرد والاختيار دايما بيبقى عند المشاهد اللي دايما لما بيسمع حاجات مختلفه ومتنوعه بيكون هو المستفيد الاكتر. انا يعني انا بشكرك يا كابتن خالد على تبنيك مرغني، وبشكرك على الفكره الجديده. ربنا يخليك. طب بشكرك احمد. حد